السلام عليكم يا شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. طبعا في هذا المقطع مباراتي مع اللاعب المحترف ممثل نادي تورينو، لاعب محترف رسمي ممثل نادي ايطالي، لعبت معاه مباراة في بطولة بيس الرسمية الراوند الثاني. اتمنى المقطع ينال اعجابكم. قبل لا تبدأ المقطع لا تنسى الضغط على زر الاشتراك واللايك في القناة، وخليكم مع المقطع.